الرحمن الرحيم. ده بيسمي داخل على السفرة. اقعدوا يا ولاد. هول أربع أطباق. كل طبق من دولة. أنا رح غمض لك عيونك لحتى. أنا ما بشوفش خلقة بس تمام. لا ولو. أنا أساسا ما بشوفش. شريف عرفة عماني في الجزيرة. ما شايف؟ أقسم بالله ما شايف. طيب. والله. سادي يا عم ما تكبرش الموضوع. أول طبقين رح نعمل تيست على حسة الشم عندك. ماشي أوكي. هيدي شوربة أنا رح سهلك. تفضل صار الطبق حد من خارك. شو عم بتشم؟ دي ريحة رجلين مصطفى شعبان. شوربة ايه؟ سيفود تقريبا. الساقة شكله نفسه ببربون يا جدعان. لا سيفود او فيجيتابلز. اسمه خضار يا ساقة. ما قلنا بلاش انجليزي. انا ممكن احكي حاجات كتير. اذا بقلك مسالة ممكن تعرف من اي بلد؟ لا معرفش. هي من الهند. من الهند؟ ايه. فيها ريحة. ما زبطت معك. فيها ريحة ريحة رجل شاروخان. تحت بيتنا في شارع شهاب عند بيت بابا الله يرحمه كان في محل اكل هندي. تحت بيتكم مطعم هندي؟ ده كان كشري بس انت اختلط عليك الامر. هلا هيدا طبق جديد بدك تمد من خارك. مد من خاري؟ على اساس انك بنوكيو. شو عم بتشم؟ فيكس. فيكس. الله عليك يا برنس المراهم. حسة التذوق. تفتح تمك. افتح تمي؟ انا افتح تمي بس ما تقوليش لي امي. طيب حاضر. يا نهار اسود البت يعني اتمزقت علشان توصل لتم السقة. مهلبية. هي مهلبية. مهلبية. ده ساكن جنب المالكي. لا هيدا بليلة افغاني. بليلة افغاني؟ نعم. ما تعرفش البليلة ازاي؟ ده انت راجل زملكاوي حتى. هي اخر طبق. طيب اوكي. افتح تمك لو سمحت. نهار اسود. ايه يا عم اكلت بطيخ مخلل ولا ايه؟ عارفها بس هي وسابي. وسابي بتتاكل مع السوشي. سوشي بالظبط. اوكي اللي بس اي بلد اليابان او الصين؟ السوشي ايه الصين متهيألي. فكر اكتر. يابان. ماشي اليابان. يلا ماشي. اوكي تفضل. اوكي مبروك كسبت رحله لناجازاكي.